دائما في أشواط الرموز، حيث انطلقنا مع أربعة أشواط رئيسية حضرت فيها الشعارات وبذلت فيها الإمكانيات، وجاءت النتيجة على النحو التالي: سليل تنتزع الشلفة الذهبية في الشوط المفتوح، وها هو سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني يحفظه الله يقدم الشلفة الذهبية لسعادة الشيخ حمد بن تميم بن حمد بن خليفة الثاني، حيث يظهر برفقة شقيقه سعادة الشيخ جاسم بن تميم بن حمد الثاني. والشلفة الذهبية أيضا التي تحصلت عليها الظبي في شوط الجزاء الأبكار العمانيات، تهانينا والناموس. وهذا هو خنجر زويان والخنجر الرابع والرمز الرابع الذي جاء مع البصير، يسلمه سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني إلى سعادة الشيخ جاسم بن تميم بن حمد الثاني. فتهانينا والناموس على هذا الفوز الذي جاء مع هجن الشحانية وانتزاعها للرموز الأربعة في فوز استحقته هجن الشحانية. هؤلاء هم المضمرين الذين ساهموا في هذا الإنجاز: العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، والمضمر الذهبي سالم بن فاران المري، ويظهر أيضا في الصورة شقيق العملاق محمود بن محمد الوهيبي. فألف مبروك هذا الفوز، وها هي اللحظات التاريخية، لحظات التتويج التي جاءت مع سليل في الشوط الأول الرئيسي للجزاء الأبكار المفتوح لهجن الشحانية بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، من قدم زويان أيضا في الشوط الرئيسي الثاني الخاص بالجزاء القعدان المفتوح، مسجلا زويان حضورا قويا، بينما الظبي هي من جاءت في الشوط الثالث شوط الشلفة الذهبية للجزاء الأبكار العمانيات، وسجلت الظبي أفضل توقيت زمني مقداره 8:53.18 أيضا برفقة المضمر العملاق سلطان الوهيبي. جاء البصير في آخر رموز هذا المساء لينتزع البصير الخنجر الذهبي لهجن الشحانية بقيادة المضمر سالم بن فاران المري.